5, 4, 3, 2, 1, engage. نلقم اليوم ستاف امريكا من اقوى الليتيريين الجايدين في العالم كامل، 10 سلكيلات ركبوا له في الكمامه بهنا داويوه بهنا عالجوه تربيه ديك بين ديروا له دي بارازيطاش تاعو وكم تشوفوا اخوتي بسيف ما درناها له الكمامه خاطيه ديك خاطي والكمامه حكمه في جهه واحده خفنا ما تحكمش مليح قلنا نزيدو نربطوها له بخيط رانا عقابو شوفوا معنا اخوتي ما يطاكي لكش الدجاجة تعالي ما يطاكيش سلام يقدر شو حبينا حاها بس اشتيها هاي والله سينو قربها له لتحت من الحدود اللي لتحت ولا للفوق كما تحب اقعد اقعد قربها خيارة كيكا بها اموال هذا خوتي واحد من عشر الكلاب اللي تعاملنا معاهم شوفوا تلمو واعر ياسر شوفوا تلقاكي شوفوا كيف نحاولنا نحلنا الكمام يتحرك ياسر مولاه مقدر له شعور نحاها واعر ياسر لازم يديروا له الكمامة مقدرش مقدر فيها باه نضربوا له بكرة لازم الكمامة نحاها خاوتي شوفوا كيف نحاها لازم نعاودوا نركبوا هالو المشكلة انه الكمامة اللي عندنا دي هي الكمامة اللي عندنا فيها جهة ما تحكمش لازم نسقها نربطها مليح بالخيط هذاك دوك نعاودو نركبو هالو بربي ان شاء الله باه نقدرو نشوفو معنا
قادر يهورجي ويدور عليك انت بعد. دقها تاعها تبدا توجع الدقه. عندك حمزه وما يحبهاش عارف كيماه برك. هيا هيا اسي اسي لا هذيك هي روح هاي حمزه يخليها حمزه اربط كيما ربطنا من بعد دخلها منا تروح اللي تحت اسمع يحب ينحها اقعد اقعد هيا هيا هكا دخل خايف زيد عقب من هنا تروح لي تحت ليه ليه قول له اقعد حمزه اسمع اونفان خاوتي درنا قدروا ركبوا له الكمامه بهر به نديروا له الدواء تاعو ودرك خاوتي ما قدرش نصور كي نضربوا له البيكوره. المهم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وقولوا لنا في الكومنتار كان نعودوا نديروا لكم فيديوهات كيما هكا وما تنساوش ديروا لنا ابوني وجام وكتر خيركم والسلام عليكم.